اهلا بحضراتكم من جديد. دلوقتي هنروح لانجي شاذلي معانا عبر زوم، وهي اول مصوره اكشن، يعني بتاخد بقى زاويه معينه، حركه معينه، تلقط الزاويه اللي ممكن يعني تبهرك وتوريك المشهد ده كان بيتصور ازاي. مساء الخير انجي، اهلا بيكي، وعايزه اعرف الحكايه ازاي ابتدت. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ اهلا بيكي كل سنه وحضرتك طيبه. وانت بخير دايما. انا مبدئيا مبسوطه جدا ان انا مع حضرتك النهارده بجد، يعني انا مبسوطه جدا من امبارح وانا هم قايلين لي وانا مبسوطه جدا والله العظيم. انت منورانا، وعايزه اعرف اشمعنى اخترتي المجال ده، تصوير مشاهد الاكشن، وايه اهم الاعمال اللي شاركتي فيها؟ هو انا بصراحه اخترت المجال ده لان انا حسيت الموضوع مختلف شويه، مش طبيعي. انا عارفه ان هو الموضوع مش طبيعي شويه، بس انا كنت حابه ان انا اختلف عن يعني كمصور عادي، ان انا اخد المشاهد الخطر شويه اللي هي تبقى وان تيك، ما ينفعش ان هي تتعاد تاني. فكنت شايفه ان دي تحدي ليا جدا، ان انا مجرد ان انا اصور حاجه مش هتتعاد تاني وحاجه خطر، كان بالنسبه لي حاسه ان هي هتميزني اكتر، خصوصا ان انا اصلا بحب الحاجات اللي هي فيها حركه كتير. صعوبة تصوير المشاهد دي ايه، وايه اهم اللقطات اللي انت شايفة ان انت يعني نجحتي لما اخدتيها؟ يعني انا من الحاجات اللي صورتها كان طبعا الممر والاستاذ احمد عز، وكان هروب اضطراري استاذ احمد السقا، وكان معايا او يعني معايا اكتر من حاجه كده. كلهم مش هقول ان هم كانوا صعبين، بس هم كانوا ممتعين جدا. ان يطلع المشاهد بالشكل ده بالاحترافيه دي، فانا الحقيقه كنت مبسوطه جدا في الوقت ده، ومبسوطه ان انا باخد المشاهد دي كلها، خصوصا ان هي حاجات مميزه جدا في كل فيلم فيهم، لان هي الممر طبعا كل حاجه فيه كانت خطر. هروب اضطراري كان تقريبا عملنا كل حاجه ليها علاقه بالاكشن برضو في الفيلم ده، فدول اكتر فيلمين الحقيقه اللي كان فيها مشاهد كبيره. ايه الدراسات اللي ساعدتك شوية انك تقدري توصلي لانك تعرفي تصوري المشاهد دي بشكل احترافي؟ يعني عملتي ايه ولا الموضوع موهبة؟ لا هو بصراحه هو الموضوع موهبه معايا وانا صغيره شويه، بس كان تصوير عادي. بس لما بدات احس ان انا عايزه اعمل كيان جديد او شكل جديد للموضوع، بدات ان انا اصور كل المشاهد الخطر اللي موجوده في السينما، بس انا بصور الكواليس بتاعتها كلها، تجهيزاتها، بكل حاجه، لان هي يعني بنشوف المشهد في مثلا في دقيقه، لكن الحقيقه ان احنا المشاهد دي احنا بنصور يوم كامل بتجهيزاته، بمعدات، بحاجات كتير جدا، في ديتيلز كتير جدا بتحصل جوه المشهد اللي بيتشاف في دقيقه ده. بس هو فعلا احنا بناخد وقت طويل جدا، بس هو الموضوع بالنسبه لي كان هوايه، وقعدت شويه كده يعني ذاكرت شويه وبدات اقرا شويه عشان اعمل شويه ابديت كده لنفسي فكملت. انت اصلا دراستك ليها علاقه بالموضوع ولا لا؟ خالص انا اصلا كمبيوتر ساينس، بعيد خالص عن الموضوع، بعيد تماما. اكتر صور صورتيها وكان عليها تفاعل بشكل كبير؟ هو هي اكتر صور بصراحه كانت الاستاذ احمد السقا، يعني الاستاذ احمد السقا يعني كل صور، ملك لانه هو ملك الاكشن. الاكشن، هو ملك الاكشن في مصر كلها، فكل الصور اللي كنت بنزلها الاستاذ احمد السقا بلاقي عليها تفاعل مش طبيعي. ناس كتير بتبقى مبسوطه، اكيد انا ما بقولش يعني عن نفسي كده، يعني الناس مبسوطه طبعا الاستاذ احمد السقا وبصوره، وخصوصا كان ليه صور كتير جوه النار، يعني كان في صوره كنت مصورها له وهو في وسط النار حقيقي، وهو ما هموش، عايزه اقول لك يعني هو كان واقف عادي جدا وخدنا الصوره بكل اريحيه. انجي بتمنى لك التوفيق. انجي الشاذلي اول مصورة اكشن، شكرا شكرا جزيلا على وجودك معانا وكل التوفيق ليكي.